أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا بكم وجولة داخل إحدى الصراحات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد الضرة الرسمية للغات بإدارة غرب المحلة. هذه الصراحات التي تم إعدادها للمراقبين والملاحظين للثانوية العامة، حيث تم إعداد 26 صراحة على مستوى الإدارات العشر بإدارة المديرية مديرية التربية والتعليم بالغربية. كما تلاحظون الأسرة والفرش والمراوح تم تجهيزها بكافة المستلزمات التي يحتاجها الملاحظ والمراقب أثناء وجوده داخل الاستراحة من مبردات مياه وبوتاجازات وثلاجات ومراوح وتجهيز دورات المياه على أعلى مستوى. ومعنا الأستاذة أمل أبو نار مسؤولة الاستراحات بإدارة غرب المحلة، تحدثنا عن كيفية الاستعداد لبدء العام، بدء الثانوية العامة واستقبال الملاحظين والمراقبين بالاستراحة. أمل عبد العزيز أبو نار مشرف استراحة غرب المحلة. طبعا كان نزل عندنا الدبلومات قبل كمان الثانوية العامة، كل ده بإشراف الأستاذة منى عطا واللي بتدعمنا يعني وكده، فحتى هي يعني مرور على كل حاجة، أي حاجة في السلبيات قولنا بقى كده، اشرح لنا بقى اللي موجود. احنا بنقوم بفرش استراحات سواء سراير او ما يحتاجوا الاستراحة من سبل المعيشة، سواء أسرة او مطعم او ثلاجة او غسالة، كل ما يلزمه الاستراحة في غرب المحل. استراحة الرجال في مدرسة الضرة، استراحة السيدات في فرح. طب قولنا دلوقتي انتوا مجهزين السراير، في فرش جديد، في كل حاجه ما شاء الله، بنعين الحاجه بنكيسها نغسلها ونكيسها تحت اشراف الاستاذ مجدي والاستاذ عطيه والاستاذ رأفت، بيعملوا اللازم، بنخزنها في مخازن الاداره تخزين جيد نظيف، وبعد كده نفرش بقى براحتنا للدبلومات اولا، ثم الثانويه العامه، بعد كده بنشيل ونغسل ونعمل ونكيس مره اخرى. أنا شايف إن في استعدادات قوية، يعني سراير، مراوح في السقف، حاجة جميلة، وبخلاف إن أنتم مجهزين لهم مطعم. طب قول لنا بقى إيه اللي بيتم هنا في خلال الـ 24 ساعة المقبلة لاستقبال ملاحظ ومراقبي الثانوية العامة؟ مرة ثانية برضه فرش الاستراحة، وجهز فيه التلفزيون بالأسرة بالمراوح وكل حاجة. نعم. وبرضه عاملين برضه التباعد عشان الكورونا، يعني عاملين التباعد بين الاسره وبعضها والملاحظين وبعضهم. والتلفزيون والسيفر وكل حاجه موجوده عند حضرتك، والمراوح وكده كل الحاجه معمول لها الصيانه الشامله وكل حاجه، المراوح او الكهرباء. كملي لنا قبل منى، يعني قبل امل برضو فرشهم المطعم، بحيث ان هم يبقى بعيد عن السراير والحاجه. اتفضل حضرتك. على البيت. السلام عليكم. اهلا حضرتك. ايوه اتفضل حضرتك. هنا البوتاجاز عندنا كولدير ميه، ثلاجه وجايبها لهم ما شاء الله لسه جديده من المديريه تبع الوزاره، موفرين الحمايه، الامن المدني، الحمايه المدنيه بالنسبه للطفايات وبالنسبه للامن، عاملين كل بعيد عن اماكنهم او التواجد ان هم يناموا فيه، مطعم لوحده خاص، ديب فريزر، الثلاجه، الكولدير. ومعنا الأستاذة منى عطا ومدير إدارة غرب المحل. أستاذ ماهر. أستاذ ماهر محمد أبو كفر وكيل الإدارة. وكيل الإدارة. كلمنا أستاذ ماهر عن استعدادات المديرية واستعدادات الإدارة لاستقبال الملاحظين والمراقبين. بناء على تعليمات السيد الأستاذ دكتور طارق رحمي محافظ الغربية ووكيل الوزارة المهندس نصر حسن، بتعليمات الإدارة أستاذة منى مدير عام الإدارة الأستاذ محمد أبو كفر وكيل الإدارة، قمنا على استعداد كامل من ايام امتحانات العمل الدبلومات الفنيه،
وتم تطهير بعد انتهاء الدبلومات، تم تطهير الحجرات وتطهير الاستراحات وتجهيز كل حاجة تتماشى مع احتياجات أي زائر أو أي مقيم داخل الاستراحة، لابد أن هو يحس أنه هو موجود في بيته بالظبط. طيب الاستعدادات بقى الإدارة يا أستاذ محمد، أستاذ محمد أبو كفر وكيل الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا طبعاً إحنا الغربية بتمتاز عن المحافظة كلها فإنها بتوفر سبل الراحة للسادة الزملاء المراقبين والملاحظين باللجان الخاصة بهم 10 لجان عندنا هنا في إدارة غرب المحلة، استراحة رجال واستراحة حليب. حضرتك دلوقتي في حاجة جديدة خالص، ده معمول مطعم مستراحة إدارة غرب المحلة. ده طبعا لتعليمات السيد المحافظ والسيد المهندس ناصر حسن. وحضرتك لو انت شفت كده دي هتلاقي ده مكان اهو، ده للفريزر لو حد من السادة الزملاء حب يحط فيه اي مجمدات. في عندنا هنا ورا تلاجة ما بين اثنين، دي حضرتك هي موجودة، هي التلاجة هي تلاجة جديدة. في موجود البوتاجاز، في موجود الفولدير مية ساقعة. أنا شايف إن عندكم هنا برضو اشتراطات الحماية المدنية يمكن. طفاية حديث، وحتى لما حضرتك تشوف الطفاية ده طفاية تاريخ صحية مظبوط، وفي المراوح. والسيدة الفاضلة بقى مديرة عام الإدارة تكمل معاك. حضرتك يا فندم قول لنا على أي أساس تم اختيار المدرسة وتم اختيار الفرش الجديد بداخل، ممكن نخش اي فصل او اي استراحة اخرى. اتفضل يا فندم كده قول لنا بقى. تكون في وسط البلد ومكان متوسط مناسب جدا للمواصلات، عشان اي واحد اي ضيف عندنا في لجان الثانويه العامه لما يجي تبقى متساهل بالنسبه له المواصلات. جميع الخدمات برضو الخارجيه لو احتاج اي شيء هيلاقيه متوفر. تعتبر المكان هنا 24 ساعه مفتوح خارج البلد. ثانيا المدرسه دي من احسن المدارس عندنا، وفي مكان ان احنا كنا نقدر نستضيفهم فيه. وكمان احنا عملنا لهم طبعا حضرتك زي ما انت شايف عملنا جزء بره اللي فيه الجنينه، عملنا لهم فيه زي بالظبط يعتبر كنادي ليلي لو حبوا هم يقعدوا، ما يبقاش بس القعده في خلال المطعم او على السرير، لو عايز يبقى فيه متنفس من الهواء. حضرتك دلوقتي هتشرفنا بره نصوره مع بعض، ترابيزتين عاملينها لهم بكراسي في مكان جنبه حديقه المدرسه، بحيث ايه يبقى برده ليه المتنفس. عايزين هو يعني بيقوم بعمله، لان هو احنا كلنا دلوقتي تحت ان احنا نعمل كل شيء للطلاب، ولازم كمان الملاحظ والمراقب اللي جاي يكون حاسس براحه عشان يقدر كمان ان هو الصبح يكون معانا في اتم الاستعداد لمقابله ابنائنا الطلاب الثانويه العامه. ونتمنى لهم كلهم النجاح، ونتمنى يكون ان شاء الله عام دراسي جميل ويكون مكلل بالتفوق للجميع. طب حضرتك يا فندم استعداداتكم بقى للجان، يعني احنا عارفين ان الامتحانات هتبدا هذا الاسبوع، يعني اللجان بقى اللجان على اتم وجه الاستعداد الطلاب من كل شيء حضرتك تتخيله. احنا بقالنا يمكن حضرتك لو كنت متابعنا على صفحه الاداره هتلاقي ان احنا بقالنا 15 يوم في جاهزيه المدارس. كل اللجان سبل التهويه جيده، المراوح على اتم امان للطلاب، الديسكات اتعد اي حاجه في اي ديسك اتظبطت، عندنا طبعا البوابات التعقيم كلها اعاده تاني واتظبطت، كذلك في طبعا المطهرات كامله، الحمامات كلها اتغسلت على اتم وجه. وحضرتك عندنا المدارس دلوقتي على استعداد لاستقبال ابنائنا الطلاب. انا شايف يمكن انتوا عاملين في الاستراحه التباعد الاجتماعي بين السرير وبعضها، ده حاجه ملفته يعني. عشان يبقوا واخدين برضو راحتهم، يبقى في امان من ناحيه الامراض او الكلام ده، يبقى في دلوقتي كل شيء موفر ليهم ان شاء الله. طب حضرتك بتقول ان انت عاملين استراحه بره في اللي بتشرف حضرتك، اتفضلي معانا تشوفها كده بعد اذن حضرتك. اتفضل. دي طبعا دوره الميه الخاصه بالاستراحه يعني. حاجة خاصة
طبعا حضرتك احكي لنا برضو يا فندم يعني الاستقبال للمدربين هيبدا من امتى, وانا شايف ان في استعدادات قويه جدا داخل المدرسه. حضرتك الاستراحه مفتوحه من النهارده لاي حد من رؤساء اللجان المراقبين الاوائل, اي حد عايز يجي يتفضل ان هو يسجل اسمه وهيكون معانا في الاستراحه تحت امره. عندنا جميع اللجان حاليا متواجدين فيها رئيس اللجنه والمراقب لاستعداد بيستلموا اللجان. لا هو استلمها بالفعل مننا خلاص. نعم. هو دلوقتي بيعمل جاهزيته هو لاستقبال الطلاب من كشوف المناداه ولازم ارقام الجلوس الى غير ذلك. نعم. فيما يخص هو كرئيس عمل لجنه. ده اللجنه ده الاستراحه اللي حضرتك بتقولي عليها. حضرتك حضرتك دلوقتي ده حضرتك عم مجهزينهم لقعد المدرسين المراقبين المغرب هنا بالليل في الهواء مش عايز يقعد في الاوضه يبقى برضه براحته كده قريبه من الباب على اساس لو حد يشتري اي حاجه يجي. احنا عندنا كم مدرسه فيها استراحات يا فندم في اداره غرب المحله؟ مدرستين, واحده بنين وواحده بنات يا فندم. مدرستين اللي هي رجال, معلش معذره, واحده رجال واحده سيدات. هنا مدرسه الشهيد محمد الدره للرجال, والمدرسه الثانيه الاستراحه الثانيه محمد فضل اللي هي صلاح الدين التجريبي. صلاح الدين صدق. تمام. سيدات. طب انت بتوجهي بقى للملاحظين والمراقبين كلمه قبل بدء الامتحانات, تقولي لهم ايه؟ نقول ربنا يقويهم وهم في ايديهم امانه مصر كلها, لان دول ابناء مصر, وان شاء الله تعدي الامتحانات على خير وربنا معاكم. استاذ محمد تقول ايه للطلبه والمدرسين في الفتره اللي جايه؟ خلاف التوفيق ان شاء الله. والساده الملاحظين انتوا حظكم حلو, انتوا جايين الغربيه, احنا الغربيه بتمتاز ان احنا عندنا السيد الوزير المحافظ والسيد المهندس ناصر حسن بيمتاز ان هم بيهتموا اهتمام كل جدا باللي الحمد لله حظهم حلو ان 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 الغربيه على راسها الهرم من السيد المحافظ والسيد وكيل الوزاره. اعزائي مشاهدي ومتضره مدير مكتب اليوم السابع بالغربيه, شكرا جزيلا لكم.